تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتقوم بجولات في كل محافظات الجمهورية، لأنها حريصة أنها تفعل كل جلسات الاستماع الخاصة بالحوار الوطني، وده من نابع اهتمامها بكل طوائف المصريين وكل فئاتها. حقيقة احنا كنا حريصين في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أننا نسمع الناس علشان نكون حلقة وصل ما بين الناس وما بين قادة الحوار الوطني، علشان نوصل صوتهم ومشاكلهم وتحدياتهم. احنا عارفين ان القيادة السياسية اشتغلت على محورين لتنفيذ المادة الدستورية، المادة 236 الفقرة الاولى وهي خاصة بالمحافظات الحدودية، وده تم من خلال اسرة حياة كريمة وناتج من اقامة مشروعات الجنينة والشباك عندنا في النوبة والصرف الصحي والمساكن اللي تم انشائها هناك. نائبة وعدتنا طبعا ان هيكون في دراسة للموضوع وحلول إيجابية خاصة لموضوع الصحة والمستشفيات. حاجة جميلة جدا فكرة ان يبقى في حوار وطني، فكرة ان يبقى في استماع لمشاكل الناس ولمعاناة الناس في كل مكان في ربوع مصر، طبعا حاجة كويسة.